شباب جديد وحلقه جديده النهارده يا جماعه. واخيرا رجعنا بفيديو جديد للعبتنا الحبيبه اللي الناس كلها لسه بتلعبها لحد دلوقتي سبحان الله، وهي كروس فاير. طبعا زي باين في العنوان يا جماعه، انا النهارده مروق عليكم اهو، انا عايزك بقى انتوا النهارده تروقوا عليا. يعني ايه تروق عليا؟ يعني حط لايك، مش هياخد منك غير ضغط الزرار، مش هتاخد منك ثانيه. انا اللي بيطلع المونتاج والتصوير وكل ده بياخد مني مش اقل من 6 ساعات. اعمل لايك بقى، مابقاش بخيل، واعملوا الكومنتات بقى، انا بقرا كل التعليقات حرفيا. عارف ان انت بتغير عليا دي اوريدي، انا عارفها. انت بتحب تتفرج عليا انا لوحدي بس، انت تحب انت تتفرج عليا لوحدك بس. معلش طلع نفسك المره دي بقى واعمل شير مع صحابك كده وهتنسى ايه اللي انت تعرفها يعني. جروبات بقى الواتس والحاجات دي انت فاهمين بقى يا جماعه. النهارده باذن الله نلعب جيم اتش ميكس كروس فاير، اكونت الجديد النوب اللي لسه متعمل، يعني لسه عامله دلوقتي شويه. وقبل ما نبدا في الفيديو عايز اقول حاجه برضك كمان اخيره يا جماعه، في هندول الوصف انا حاطط فيه كل حاجه انت عايز تعرف عنها، السيكه اللي هستخدمها في الفيديو، معدات اللي انا شغال بيها مثلا، السماعه، المايك مثلا، الكيبورد، الحاجات دي كلها اسماء هتبقى في صندوق الوصف، مواصفات الجهاز برضه هتبقى في صندوق الوصف، حاطط لك كل حاجه حرفيا في صندوق الوصف. يعني انت لو عايز تشحن زد دي بي كمان باحسن الاسعار واحسن العروض اروق عليك، لو انت جاي لي من اليوتيوب وقلت لي الكلمتين دول برضك هتلاقي كل الكلام ده في صندوق الوصف، رقم الواتساب في صندوق الوصف، كل حاجه انت عايز تعرفها في صندوق الوصف. فافتح صندوق الوصف وبص فيه بقى. المهم احنا رجعنا للعبه، ويا جماعه مبدئيا كده سيزون باس لسه نازل من قريب، مكملش كده نازل امتى؟ 5/6. يا باشا عايز تشحنه تشحن البريميوم، تجي لك اسلحه مدى الحياه مجانيه، منها الدريدو اللي على اليمين ده، كوكري وال 9A91، كل ده بيجي لك فري مدى الحياه. طبعا ده غير الاسلحه، الحاجات اللي بيجي لك تانيه مالك ايه الهديه التانيه دي، ب 40000 زد بي. عايز تشحن ب 40000 زد بي ادخل كلمني على الواتساب وبابلي عايز اشحن بتاع العرض ده، هعمل لك العرض. وحتى في البلاك ماركت حطوا حاجة أول مرة أنا دورت عليها قبل كده ما لقيتهاش، اللي هي فري فور أول. الناس تحب تلعب القناصة دي تحديدا، القناصة دي من أندر القناصات اللي ممكن تلعبها حرفيا. مفيش غير هنا، مفيش غير في الصندوق ده بس، مفيش هنا أي فري يعني، مفيش خالص، ما تقدرش تكسبها من أي حتة غير بس إنك تفتح عليها البلاك ماركت من هنا. يعني من الآخر ما تقدرش تشتريها حتى لو معاك فلوس غير بس من الصندوق ده، هو لسه نازل عرض جديد يعني. فأنت لو عايز تشتريه تعالى لنا يا باشا. طبعا فيها كروس فاير بقى وغيره، يعني حتى بابجي وفري فاير وأي لعبة أنت عايزها. المجال من قالنا 7 سنين يا برو. يا جماعه النهارده هنلعب بالسلاح الغريب ده، تسلا. وكله بقى بيسميها اسماء تسلا بقى، يعني عربيه تسلا بقى، سلاح تسلا، اي حاجه في تسلا. مين الوحش ما شافنيش ده؟ ما فتحت اصلا. في حد بيجي ورايا؟ اديله يا اسطى، ما ترحموش. تجريش يا اسطى، اضرب معايا يا اسطى. انا وقعت ليه بقى؟ تخيل كان في وحش مستنيني، يبقى هربت من الاكشن واتجبت برضه. اجري طلق طلق. ايه نايس، نساعد العيال دي عشان العيال دي غلبانه، اتحولوا سبحان الله. صاحبه اللي بياخده، لا 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 لا، الواد ده هيجيبني عشان انا ما بعرفش. السلاح ده فعلا زباله. سابني اروح بعد نفسي عشان الوحوش كلها هنا اصلا. اوكي سابني فعلا، ممكن هو سابني. بلدنا كلها هتجهز، الواد اللي فوق ده هيطلعوا يحولوه. يا اسطى سيبني يا اسطى، بالله عليك بالله على امك يا اسطى. روح كده اتحولت يعني، مش هتفرق. مش عارف انا الاخير مش عايز اتحول ده بصراحه، مش هينفع. يا اسطى انت متوحد يا اسطى اهو، تعالى انت بقى مش هتعرف عليا الطلاق. ما انت طالع غير لما الجيم يعني الراوند يخلص او ايه ده؟ يلا هتفرق طلقة واحدة، أنا لسه ما اتجوزتهاش. إيه ده؟ بيلبسوا حاجات بقى، بيلبسوا حاجات غريبة. إيه ده؟ بس المرة دي إيه يا جماعة؟ زمان كنا بنشغل الإضاءة بالأباجورة اللي ورايا دي، ماشي، دي كانت دي الإضاءة اللي بتنور وشي. دلوقتي بقى يا باشا إحنا شغالين إضاءة احترافية، واخد بالك؟ إضاءة سوفت كده، اللي هو أنا أقدر أبص في الشاشة عادي من غير ما توجعنيش. وكمان ايه الاضاءه وايرلس يعني. سوري مش وايرلس، قصدي يعني بشغلها بالتليفون عادي واتحكم في كل حاجه. يعني حاجه هاي كواليتي يعني. انا بقى ايه؟ يا جماعه انا عمري ما بطلع بتاعتي خالص. هنطلع تاني؟ ما بيطلعش، ما بتطلعش تقريبا. جيبه بسكينه. اي حد. وانا سلاحي فعلا فيدي تمام. عايز اروح اخد صندوق.
حد هنا نطلع ناخد الصندوق ده، يا رب يكون بس في طلق. انتوا عيال شبيحة شبيحة يعني. بص متوحد، تعالى متوحد، تعالى تعالى. بص ده المتوحد اللي كان بايه بيعمل لي بلوك، فاكر نفسه هيجي يحولني لوحده. يلا تعالى يا جماعه، انا بهزر طبعا، محدش يفتكر انا كده كده. بص هقول حاجه، انا ليه متابعين كتير قوي، هتلاقي معظم في الجيم ده اصلا عارفني، ممكن تكون بيتفرج عليا، فانا قلت حاجه ما تاخدهاش على قد قلبك قوي يعني، فاهمني؟ عشان الناس تزعل ما اعرفش من ايه يعني. ده متوحد برضه عادي يعني، وعيني لسه ده بشبه عليه اصلا، فاهم؟ كلنا متوحدين بقى، حتى انا متوحد يعني، فما تقلقش بلاش. عارف انا بقول ايه بجد؟ ما اعرفش انا بقول ايه. روحوش تحت صح؟ ايه كسبنا، كنت اتحول. حلو، دايما انا بزعل لما بتحول في اخر لحظه، فالحمد لله المره دي ما اتحولتش، كنت هتحول فعلا في اخر لحظه. بص البنج كام؟ بنج 40 يعني، انا فعلا ما توقعتش ان البنج يبقى 40 في كروس فاير، كنت متوقع 60 مثلا 70 زي زمان، بس هو كده اتحسن على فكره. بص السيرفرات وكده يعني. انت تعالى اجبت اجبت. ايوه انت ما جبتش غير اهلي بقى انا بقى صح؟ ماله هوش بيستخبى يا جماعه. انا ما بحبش الموضوع ده، انا ما بحبش الحال ده بقى، انا عايز اكشن. تعال انت، تعال انت تاني، تعال سيبولي يا عم، سيبولي يا عم. انت قتلته مين اصلا؟ هيريو جاي بيجري ورايا، الحقوني هيريو. خد يا هيريو تعالى. ايه ده هو فيا؟ ايه ده؟ الاكس؟ اوه اوباس ابلع. تبع كلان ايه ده بقى؟ ايه مش تبع حاجه؟ لا تبع، لا مش تبع، اخرها ما حدش يشوف ترى. المونتاج بقى، في المونتاج يقول لنا ايه هو بقى، كان كلان ايه ده؟ كل الكلانات حبايبي على فكره، بس انا بحب ايه؟ نمر على اي حد كده ام دي ان. انا بتنمر، انا اتنمر عليا كتير صراحه، تمام؟ فاحنا ايه؟ طلع بقى ايه؟ كابت اللي جوانا بقى. بجد انا مش لاقي حاجه اعملها بجد. الوحوش دي تعبانه ليه كده؟ بدل ما مش حتى مش معايا درع. هينزل عليا خلاص، لا. تعالى 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 يا روميو. جري تعالى. الحقوني. هو ما حدش بيضرب ليه لما يكون انا اوف. جاب سكينه، تعالى يا استاذ. ايه ده عنده درع؟ سيبوني اعيش. ايه ده الموفمنتس الغريبه دي؟ بص المتخلف التاني هيريو، بص بيقول لك اي خدمه روح اكل بقى. هيريو ما يعني قتل بالسكينه ومبسوط. بقيت وحش في اخر راوند، مش هرحمكم، انا مت خلاص. وانت تاني، ده انت تاني. هبقى كده يا مروح احاول اضرب الاكسجين ونخفف لهم. ايوه شافني شافني طبعا، شافني طبعا. جبت السكينه، جبت السكينه. هو العيال كلها باصه في كل الاتجاهات، محدش ينفع يتغفل. تعالى يا اسطى خد. نقصت. روح روح حولوه. فتح بوت، ريبورت ريبورت، ادوله ريبورت. جبتك، تعالى بقى. ده اللي هاد مسكين اصلا. فاهم انا في ايه. تعالى بقى نتفرج عليه وهو بيتعلم عليه بالسكينه. اتعلم عليه بالسكينه. علمت عليا اتعلم عليك، اي خدمه. اللعبه كلها اتعلم عليها بس بسكينه. الا الوحيد البوت ما تجيش بسكينه لسه. الحمد لله الجيم خلص اخيرا. الحمد لله. ترقيناش لسه، ماشي. تمام يا شباب، هو ده جيم اتش ام اكس، سريع خفيف رايق، ما فيهوش اي حاجه، ما فيهوش اي تعقيدات يعني. فجماعه كمان عايز تشوف فيديوهات اكتر لكروس فاير، اعمل لايك، اشترك في القناه، ما تنساش كمان فعل زر الجرس،
كومنت كده، انت عجبك ايه مثلا اللقطه الحلوه ده حكيتك مش عارف ايه. الكاميرا راحت وجت، يلا مش مشكله، شوف الجاي، مع السلامه.